حاول تطلع لك واحدة بس. ليه ابني اللي نايمين؟ طلع لك واحدة انت. من هجر خايفة من النوم اللي بحفاة تعمل ايه؟ لا ما خافت من دي. تمسكها دي؟ لا الكبرى الأفعى. نزلها نزلها. اللي هي الضريشة اللي تختلف عن الحي. دوك نظامها ليها قرنين صغيرين هنا. لا أنا عملت مع حي. لا دوك أصعب. أم قرنين دي أصعب، دي بتجلي بقلب. حتى مشيتها سريعة. هي الطرش يعني؟ آه الطرش. عاد الخبار مركزنا قالي او عن بصد العقرب دبع عن الشهرين حنقيح ومحطهم في العلبة مجبهم من هنا في الجبل واكلهم دود يا ولدي وما اكلهم دود وما اطلع السمهم عشان ابي بتجيب من فين عقرب تصطادها من هنا في الجبل الجحار بتخاف منها ولا حاجة لا طب انت بتروح لاماكن معينة ولا اي اماكن كده وخلاص اي اماكن مفيهاش حد مهجور بيبقى ليهم اماكن معينه يعني ايوه شحار بتخاف من العقارب وانت بتصيدها لا في عقارب اتعرضت لك ولا حاجه قبل كده لا طيب بعد كده بتطلع السم ازاي او في ولا بتبيعها لحد هو يطلع السم لا بطلعه بكهرباء كهرباء بتطلع من السكر وكربون حطها في اللب وخلاص وبعد كده السم بتحطه في ايه؟ هم اتباع لدكاتري بتحطه في ايه السم؟ اللي بتفضيه؟ في قلبي صغير تمام بتبيع السم بكام؟ لا نبيعه في السم اسمع عبد الله عود وكان معي مقص اللي يصد بالعقارب رحت لميتهم وقلت عشان ابيع اتعلمت المهنه من امتى من قال لك الخبره اقول